بقى في الممبار. من شوية عملنا خلطة الورق العنب، هي هيها نفس الخلطة بالظبط، بس هنا بنزود ممكن رشة شطة أو قرن فلفل أحمر مفروم علشان يديه طعم سبايسي كده شوية، ونلغي النعناع. طيب عندي بقى المقادير، تعالوا يلا نقولها. عندنا نص كيلو ممبار طبعا متنظف، وهنحكي ونقول هننظفه ازاي. الحشوة 3 كوبايات من الرز البلدي، هنغسله وننقعه ونصفيه كويس قوي. وبعدين هنحتاج بصلتين مفرومين ناعم، كوباية بقدونس مفروم، كوباية كزبرة خضرة مفرومة، كوباية شبت مفروم، قرن فلفل أحمر حامي مفروم. هنحتاج كمان كوبايتين من الطماطم المتسبكة، أو نسبك لتر عصير طماطم على النار. هنحتاج معلقتين كبار من الصلصة، ده غير الطماطم، نص كوباية زيت ورشة سكر، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة بهارات سبعة، ومعلقة صغيرة قرفة بودر، ومعلقة صغيرة كمون، ملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. دي مقادير الحشوة. أما التسوية هنحتاج إيه؟ هنحتاج مية بتغلي على النار، جزرة متقطعة أربعة، وبصلة متقطعة أربعة، واحدة طماطم متقطعة على أربعة، وحبهان، وورق لورة، عود قرفة، ملح، وفلفل أسود. يلا بينا، وزيت بقى عشان نحمر فيه الممبار بعد التسوية. أشوف بس كده المية على النار، يلا بينا نحطها على النار ونحط فيها البوكيه جارنيه، واللي هو بقى جزر وبصل وطماطم، ونحط كمان ورق اللورة والمستكة والحبهان. وحط ملح وفلفل واسيب بقى الميه تغلي كويس على بال ما احشي الممبار. تمام، الخلطه هي هي، تعالوا نعمل الخلطه دي. هنا في حاجه مهمه، هتلاقوا القرفه عامل اساسي هنا، القرفة والشطة ضروري جدا في الممبار. ليه بقى؟ علشان القرفة بتشيل أي زفارة موجودة وتخلي طعمه حلو قوي. تعالوا بينا يلا نحط الخضرة، ونسينا ان احنا ندعك البصل، فهنعمل ايه في جنب كده؟ هحط البصل وابتدي احط عليه كل البهارات اللي معانا، بهارات سبعة وقرفة وكمان الكزبرة والكمون. والسكر والملح والفلفل، وندعك البصلية كويس قوي قبل ما نبتدي نخلط عليها كل المكونات. يلا فين الشطة؟ جبتوها؟ لازم نحط شوية شطة، يعني هو الممبار كده شوية شطة وقرن فلفل أحمر اللي متوفر عندي، هحط منه علشان يدينا طعم حلو. ادي الطماطم، تعالوا بقى نقلب. هاي خلاص بقى عندنا الخلطة جاهزة، فاضل فيها ايه؟ فاضل اهم حاجة الزيت. نجيب الزيت بقى ونحط، ونقلب كويس، والممبار بتاعنا بقى زي ما اتفقنا. قلنا الممبار من الحاجات اللطيفة وطعمها حلو قوي، بس لو ما اتعملتش صح وما اتنضفتش صح بناخد نتيجة سيئة جدا، ممكن يعني اي حد يدوقه فعلا يبقى عنده كده ايه، فكرة سيئة جدا عنه.
فالتنظيف هو اهم حاجه في الموضوع، يعني التنظيف اهم من الحشوه نفسها، لازم ننظفه كويس. طب هننظفه كويس ازاي؟ الممبار بنجيبه من عند الجزار، في جزارين بيبقوا منظفينه ومخلينه زي الفل، مجرد ان انا بجيبه البيت يا دوبك بنقعه في شويه خل وميه واشطفه كويس بدقيق وكده خلاص بيبقى زي الفل. انما لما بنجيبه بقى ويبقى لسه فيه الحاجات المواد المخاطيه اللي بتبقى جوه دي، لازم نقلبه وابتدي انقعه في ملح خشن ومعلقه من بيكربونات الصوديوم، واسيبه كده شويه وشويه خل، واسيبه حوالي نص ساعه. هتلاقي الطبقه اللي جوه دي بدات تقب وتبقى سهله جدا في الشيل. على طول هجيب سكينه وبظهر السكينه وابتدي اجرد الممبار، او ان انا ادخله في جلده انبوبه، عارفين جلده الانبوبه، ندخله منها ونطلعه ونشده كده كده بتبتدي تسحب كل المواد المخاطيه اللي موجوده في الممبار من جوه. خلصنا خلاص سواء بالسكينه او بجلده الانبوبه والدنيا تمام، هبتدي احط تاني دقيق وملح وادعكه كويس جدا جدا، بحيث برضو ان لو لسه في حاجات بسيطه كده ما طلعتش معايا بالسكينه تطلع في الدعك ده. بعد كده بنشطفه كويس وبننقعه تاني في ميه وليمون وخل، واحط قشر الليمون كمان معاه شويه كده، وبعدين هشطفه تاني ويبقى معايا فله ما فيهوش اي حاجه، جاهز ان انا اقطعه بقى الحجم اللي انا عايزاه علشان احشيه. يلا بينا. هناخد الممبار وابتدي افتحه بصبعين اللي هم دول، وابتدي بصبعين الكبار ازق بقى، يعني انا فاتحه بدول كده وصبعين الكبار دول هيبداوا يتدخلوا بالتناوب كده يدخلوا الرز. يلا بينا كده. هي شايفين صباع وصباع على طول، واحد بيزق والتاني بيزق هو كمان، فتلاقي سرعه في الاداء في ثواني تكوني ايه حشيتي كميه لا باس بيها. وبعدين طبعا مش هسيبه متكتل في حته كده، ابتدي اوزعه، ولازم يبقى مبطط. ليه؟ لان الرز هيبتدي يتضاعف حجمه، فلو انا حشيته وكترت عليه قوي هنلاقي الممبار فرقع مننا وهو بيستوي. ليه؟ كميه الرز كبيره قوي ما استحملهاش، نفش الرز جوه قوي فابتدى يخلي الممبار نفسه ينفجر، وده احنا مش عايزينه، علشان كده يبقى كميه الرز مناسبه، فبالتالي هتبقى كويسة والممبار هيستوي من غير ما يفرقع معانا. خلاص حاجة مهمة كمان، احنا خلاص حشينا زي ما انتم شايفين كده، بصوا مبططينه ازاي تمام بالشكل ده. طيب عندنا بقى الطرف ده زي ما انتم شايفين كده ما فيهوش حشوة، والطرف ده كمان ما فيهوش حشوة. طيب ليه؟ علشان لما تنزل معايا وحدة الممبار في المية المغلية تلاقي دي راحت قافلة وكشة ما فيهاش حاجة تحوشها، والناحية دي كمان، فتقفلي على الرز ما تخليش الرز ينزل مني ويبهدل الدنيا. تمام؟ نحشي واحدة كمان، عندنا شوية عايزين يتحشوا وعايزين يتسلقوا، ناخدهم كلهم مع بعض. يلا ناخد واحدة تانية، وزي ما قلنا بنمسك كده نفتح بالصبعين دول، بصوا اهم دول فاتحين كده الممبار، ودول هيبداوا يحشوا كده، بندخل بنزق الرز كده 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 على طول في ثواني. يلا تاني، يلا بالشكل ده، وابتدي اوزع الرز عشان اخلي الممبار يكون مبطط ما يفرقعش مننا. تمام، لو حسيت النقص ولا حاجه بدخله شويه كمان واظبطه بحيث ان هو لا يبقى فاضي قوي ولا يبقى مليان قوي، عشان يطلع بعد كده حجمه متساوي، وبططيه كله قد بعضه علشان ما تلاقيش صباع الممبار كده حته تخينه وفيها حته رفيعه وحته تخينه تاني وهكذا، لا كله يبقى نفس السوى والاطراف فاضيه بالشكل ده. حاول برضو بقدر الاستطاعه ان احنا ما نخليش عليه رز من بره. خلاص حشينا، تعالوا بينا بقى عندنا حله على النار. بسم الله، لسه الميه مغليتش، النار كانت مطفيه، فمش هقدر احط الممبار ابدا والنار
او الميه مش مغليه، لازم الميه تكون بتغلي كويس قوي علشان اول ما ينزل يتقفل على طول الجوانب بتاعته اللي احنا سايبينها فاضيه وتدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. علشان كده هغطي تاني واسيب الميه لازم تغلي كويس. الميه غليت زي ما اتفقنا، ما ينفعش نحط الممبار والميه تكون سخنه بس، لا لازم تكون بتغلي كويس جدا عشان اول ما ينزل على طول يبتدي بقى يقفل الاطراف بتاعته وياخد الشكل ويبقى زي الفل. اهم حاجه يبقى مبطط زي ما قلنا علشان ندي فرصه ومساحه للرز ان هو يكبر وينفش ويدينا النتيجه المطلوبه من غير ما يفرقع معانا جوه الرز. طيب الممبار بيقعد قد ايه في الميه اللي بتغلي دي؟ بالظبط احسبي له ساعه، بالظبط ساعه الا خمس دقائق بس مش اكتر من ساعه. تمام. بصوا اول ما بينزل على طول يبتدي بقى ايه يضمر كده ويمسك على الرز، يبتدي بقى الرز تدريجيا ينفش ويستوي براحته. هنغطي واول ما يغلي تاني بعد ما حطينا الممبار هنهدي النار كأننا بالظبط بنسلق لحمة. يلا بينا زي الفل. تعالوا بينا بقى ايه بعد ما بيستوي بنعمل ايه؟ بنكون مجهزين زيت على النار يسخن كويس قوي علشان نحمر فيه الممبار. ادي الممبار بعد السلق، الزيت سخن كويس، هدي رشة بسيطة كده من ملح في الزيت ويلا بينا نبتدي نحمر. بسم الله زي الفل. اوب ممبار صاحي. علشان نتفادى الحاجات اللي بتحصل دي انا محتاجه غطا حله يا جماعه. زي ما قلنا قبل كده محتاجين منع الطرطشه لازم يكون في البيت ضروري جدا. في حاجات كتيره بتتحمر بتقعد تطرطش، فراخ، لحمه، ممبار، بنحمر طحال، حاجات كتيره بقى، فبنحتاج ان احنا يبقى عندنا مانع الطرطشه في البيت. وبما ان ما عنديش مانع طرطشه وممكن في اي وقت بحمر وكده فيبقى غطى الحله وهقول لكم هنعمل فيه ايه. حط بس دول هبتدي بقى اغطي علشان ما يطرطش عليا ويبهدل الدنيا. بس لازم الغطا يكون موارب. ليه بقى؟ لان لو غطيت واحكمت الغطا بيطلع بخار ميه، بخار الميه ده بيتكثف على سطح الغطا وبالتالي لما اجي اشيل الغطا نقط الميه دي هتنزل في الزيت فتطرطش بزياده. فلازم يكون في مكان تهويه يطلع منه بخار الميه وفي نفس الوقت الغطا مانع لي الطرطشه عني وعن البوتاجاز لغايه ما الممبار ياخد اللون الذهبي علشان نبتدي نطلعه بقى. نجيب طبق كده نطلع فيه. يبقى عرفنا ازاي بنحشي الممبار وبنعمل الحشوه بتاعته وبنحشيه وقلنا ازاي ننضفه. بعد كده بنسلقه في ميه مغليه فيها بوكيه جارنيه، جزر، كرفس، طماطم، بصل، ورق لورا، مستكه، حبهان، عودين قرفه، كل الكلام ده بيشيل اي زفاره موجوده عندنا وبيخلي ريحته زي ما انتم شايفين كده الريحه طالعه تحفه. اول ما يغلي بنهدي النار ونسيبه زي ما قلنا حوالي من ساعه الا ربع لساعه كده بيبقى تمام مستوى وزي الفل. هنطلعه وبعدين نبدا نسخن زيت كويس قوي وننزله في الزيت علشان يتحمر. تعالوا بينا بالراحه كده نقلب. بدا ياخد لون ذهبي اهو ونرجع تاني نغطي من غير احكام علشان زي ما قلنا ما يطلعش معانا الزيت والميه اللي هتتكثف عليه ما تنزلش وتبهدلنا. كده زي الفل. يلا بينا نطلع الممبار. وهو سخن كده بقى عايز ايه يتحط له شويه بهارات مع الملح بتخلي طعمه حلو قوي، وهو سخن بيخلي كمان ريحه البهارات تظهر اكتر ويبقى طعمه حلو جدا. نطفي بقى. مكان سخن كل ما الحاجه دي هتمسك فيه اكتر وهتبقى طعمها كمان وريحتها احلى بكتير.
وصلت الحمد لله. شطة وكمون وكزبرة، وهنزود عليهم بقى ملح وفلفل ونقلب. حتى ممكن تحطيها في ملاحة أو بولة صغيرة كده جنب الأكل اللي عايز بقى يرش بالزيادة، بس هو حلاوته هو أول ما يطلع سخن كده على طول يترش عليه. بسم الله، الريحة فظيعة ما شاء الله بجد تحفة. وناخد الممبار بتاعنا بقى نكمل تقديم طبقنا. مقرمش بقى وسخن ولذيذ وعليه البهارات، والريحة لا تقاوم بصراحة. طالما نظفناه كويس وعملناه صح هيطلع معاكي 10/10، ريحته هتجيب اخر الشارع من غير زفارة من غير اي حاجة خالص. اللي بيتسلق بقى لازم نهدي عليه النار، خلاص غلي كويس اهو شغال والدنيا تمام، هنهدي عليه النار وزي ما قلنا من ساعة الا ربع لساعة، وشيلي على طول ما تسيبيهوش في الشوربة بتاعته، أول ما تطفي عليه على طول ارفعي من الشوربة حطيه في طبق يبقى جاهز معانا للتحمير. وطبعا التحمير ده بيبقى على قد الأكل، يعني ما بنحمرش الكمية كلها اللي احنا عاملينها، نحمر يا دوبك على قد الأكل وقبل ما ناكل على طول علشان هو حلاوته وهو